التمر التمر البيو كيفي الكركاع هذا راه والوش معك عبد العزيز مرادي من ساحة السوق كبير. فكما لا يخفى على الجميع انه لما كيكون المناسبه ديال العيد الكبير تنستعدوا لها تنوجدوا الكليان كل ما يتعلق بالعطريه بما فيها سكين جبير تحميره كمون جميع انواع العطريه. حاليا باقي ما كاينش اقبال على السلعه، باقي ما كاينش اقبال. الاثمنه كاينه في المتناول ديال الجميع كيف ما العاده. الحمد لله كاع هذا العام كاين شي سلعه اللي ناقصه ثمن كاع مقارنه مع العام اللي فات كاين نقص في الثمن. اقبال حاليا باقي ما كاينش. ديما العواشر ديال العيد الكبير تتكون تتبقى حتى الاخر تقريبا حتى ديك 10 ايام الاخر عاد كتحرك هذه عاده. واولا قبل كل شيء الثمنات راهم في المستوى ديال كل شيء في المتناول ديال الجميع. بالنسبه للاقبال باقي شويه. حاليا في هذا الوقت راه غتخرج العطريه بزاف، التحميره سكينجبير الثومه الخرقوم كل العطريه كلها. بالنسبه للتوابل كاين شويه الاقبال، وانما الاسبوع الاخر كتكون القضيه احسن من دابا، فهمتي؟ تكون القضيه محركه شويه، تكون شويه الرواج. وبالنسبه للاثمنه، الاثمنه راه مزيانه، فالاثمنه مزيانه لكاع لكاع الناس تقريبا. الثمن مزيان، السلعه كلها يعني طايحه في الاثمنه شويه. الاقبال دابا شويه مع الناس متضرره مع كورونا، شويه القضيه باقا بارده شويه. بالنسبه للعطريه كلها، العطريه كلها من الاول حتى الاخر، حتى الاخر ديالها العطريه كلها. وبالنسبه للفاكهه هي على اقبال، اللوز قرقاع الزبيب او ثاني البرقوق مشماش حتى هما تيتمشى. مقارنه مع العام اللي فات كاين فرق، بحال بالنسبه للزبيب العام اللي فات كان وصل 800 900 حتى 1000 ريال. هذا العام لا، هذا العام الزبيب 700 ماكسيمو حاجه مزيانه، البرقوق 700 حاجه مزيانه. البرقوق كان داير العام اللي فات 40 درهم، دابا داير 35 درهم، ماركه مزيانه 34 المليح. بالنسبه للمروزيه كاينه حاجه مزيانه، بالنسبه للتوابل كلها كاين الكاليتي. شريفه جيتي اليوم تقضي العطريه، كي دايره الاجواء؟ انا جيت نتقضى العطريه ماشي بالنسبه للعيد، بالنسبه كسميتو ديال الشهر. مثلا كل شهر كتشري حاجه، مثلا دابا هاد الشهر غادي نوفر الدقيق، هاد الشهر غادي نوفر العطريه. العطريه مثلا اللي خديت دابا ماشي بالنسبه للعيد فقط، يعني سائر الايام. من جيتي اليوم الحاجه كي دايره الاثمنه ديال العطريه؟ الاثمنه ديال العطريه زعما ما كاينش شي حاجه كما العاده. القصبور ب 400، لهذا ب 800. الاثمنه هي الاثمنه، ما زادتش، ما كاينش شي زياده في الاثمنه. الاثمنه حاجه عاديه. كنشوفوا في كل عام بحال هاد القيسه كيكون اجواء وكيكون هذا. طيب ولك كاينه دابا الاجواء ولا ما كاينش؟ دابا ما كايناش الاجواء د العيد، علاش؟ حيت ما كاينش الناس مخصوصه، عدد الناس اللي هما مثلا قلتوا عاطينين على العمل ديالهم، عدد الناس الشركات اللي مثلا ما قدرتش تدخل الجامع ترجعهم للخدمه. يعني شكون اللي باقي؟ باقي الناس المتقاعدين وديك الموظفين والناس اللي هما مثلا كيمارسوا هاد الطبق هالته، هما اللي شويه كيروجوا. ما عدد الشركات الخمصصه زعما راه مساك الله يحسن عوانه. هادشي اللي غادي نقول لك، والله ينوب على الجميع. سيدي عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه، نسال الله العلي القدير ان يرفع عنا البلاء وهذا الوباء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.